زوين التشبيه، ولكن في اخبارك مجمل الاعمال اللي عملتها انا والحاج عبد الله فركوس الله يذكره بالخير، هي ما كملتش واحد خمسه ولا سته ديال الاعمال، يعني خمسه ولا سته الاعمال على مدى واحد 10 سنوات ولا 12 سنه راهي قليله، ولكن الجمهور كيتذكرها لانه تعملت بالصدق، تعملت بحب كبير، وقصت يعني اكبر شريحه مجتمعيه بغيتي تقول. فملي كنتلاقانا والحاج تنقول الحاج ما خدناش بزاف، راه كلها واحد خمسه ولا سته ديال الافلام اولا، هذا هو اللي درنا، ولكن الجمهور تيعقل عليها. علاش؟ لانها كتعاود بصفه مستمره، وكل ما تعاودات كتلقى الاقبال عند الجمهور. وعلاش؟ لاننا كنطرقوا للاسره المغربيه بطريقه بسيطه جدا ولكن عميقه في نفس الوقت، كنحاولوا اننا نسلط الضوء على العلاقات الاجتماعيه الجميله ما بين الزوجه والزوج والابناء. فلذاك الشيء علاش انه الاسره المغربيه بحال بغيتي كتيدونتيفيا في الافلام اللي تندير انا وسي عبد الله. وهي مجموعه ديال الاعمال اللي درناها، لان فين تنكونوا في بلاصه التصوير تنكونوا بحال شي عائله، وكنتنقلوا ما بين المناطق. بحال الفيلم الاخير كورسا، صورنا في شي خمسة ولا ستة المدن، وكنا بعض المرات كيشدنا الليل كامل في بلاطو هاد التصوير، وكاين شي مواقف اللي عشناها كتبان ملي كتفرج في الفيلم، كتبان بانه ماشي كتأدي غير الواجب فقط، ولكن كتحس بواحد المتعة وبواحد النشوة، وعندك شغف كبير باش كتمارس يعني الخدمة ديالك مع واحد مجموعة معينة اللي كيقبلوها المغاربة. طبعا كاين مجموعة ديال الأعمال الجديدة اللي غادي تدخل في هذا الموسم اللي كنتظروه، عندنا سلسلة تلفزية، عندنا أفلام تلفزية، يعني يا ربي نلقاو غير الوقت فين نصوروها وتكون الظروف مواتية أننا يشوفها الجمهور. كنرجعوا للإقبال اللي لقاو الأعمال اللي شغلت أنا وسي عبد الله فركوس، أنه أنا كمتشخصة خاصني فين ما حطيت نمثل، فين ما صورت نمثل هذيك المدينه. شتي السلسله التلفزيونيه كنديروها في كازا، فكنحاول نكون بيضاويه. ملي كنلعب مع الحاج عبد الله في مراكش كنكون كازاويه، مراكشيه. ملي في المسرح يعني كتحاول انك كتشتغل على واحد اللغه او دارجه اللي يشوفها، اللي تكون موحده بين المدن المغربيه كامله. وكنظن هذه هي يعني هذه هي الخصله اللي يتميز بها المشخص على المؤدي او على الممثل العادي. فالجمهور كيسحب لي انا مراكشيه، كيسحب لي انا كازاويه، ولكن انا زياده وخلق في سلا، قريت في سلا، في الرباط، في اماكن اخرى، والان تنعيش في الرباط. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.